عجبني جدا اللي عمله كابتن محمود الخطيب مجلس اداره النادي الاهلي في علاقه واضحه وصريحه ومباشره مليانه انسانيه، انه فور العلم بوفاه المستشار احمد البكري رئيس اللجنه المتواجده في النادي الزمالك، كانت هناك مصارعه بالتواجد في الجنازه. لان النادي بعد الأهلي مهم ده للنادي الاهلي ده اخلاقه ده كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته. احنا ليس هناك خلافات مع كيانات ولكن خلافات مع اشخاص يشهد عليها الناس كلها. فاهم ازاي؟ لكن النهارده انا اصدقائي كله، انا حسام غريب كان جاي لي في المكتبي بيبارك لي، هو كابتن ايمن صلاح وديك اصدقاء طول الوقت كده. لكن هي القصه كلها كانت اشخاص لصالح شخص او لصالح حاجه معينه، فخلاص ده صفحه اتقطعت. فنرجع نقول تاني، لصالح الرياضه المصريه يجب ان تطبق اللوائح زي ما انت كنت بتقول في المقدمه بتاعتك. لصالح الرياضه المصريه نلتزم كلنا باللوائح، بلاش توازنات وبلاش السنه النهارده معلش تعالى ابراهيم على نفسك شويه عشان خاطر، لا انت عندك ولادك موجودين، عندك ولد ناجح جدا جدا وعندك ولد يعني بكسل. كل شويه هفضل مثبت الناجح لغايه اما الولد ده يبقى كويس ولا اسند الناجح واخليه يعدي، وخصوصا اللي فيه ولاد كتير هينجحوا. اطبق النظام على الكل، اللي ينجح ينجح واللي ما يوفقش ما يوفقش. انت عندك واحد وعندك اثنين وعندك ثلاثه، شوف النادي الاهلي احلى حاجه فيه. وده هرجع تاني، واللي احنا اتربينا فيه واحنا صغيرين، واللي ده نفعنا في شغلنا ونفعنا في حياتنا وبنربي عيالنا عليه، اللي انت بتحاسب نفسك قبل اي حد، واللي انت صادق مع نفسك. عمرك ما طلعت مثلا النهارده، احنا اتعرضنا لهجوم كتير جدا، عمرك ما طلعت تلاقي حد بيدافع عن نفسه او بيبرر او القصه دي كلها؟ بالعكس، انت بتقعد ساكت وبتشتغل اكتر وبتصلح اخطائك، لان احنا مش ملايكه، احنا اقدر اقول بما لا يدع مجالا للشك ان هناك تقارب بين مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس اداره نادي الزمالك في الوقت الراهن؟ اكيد طبعا، وفي تعاون وهنمد ايدك، فالنادي الاهلي بيتعاون مع اي حد. انت عندك مع نادي الاهلي ونادي الزمالك لو في اي انت، لا بص النادي الاهلي ما بيتخلش. لا انا دلوقتي بص بكلمك بخصص، انا بكلمك على نادي الزمالك والاهلي وفكره العلاقه اللي ما بين الاهلي والزمالك اللي لما بتبقى كويسه والناس بتشوفها على المستوى الاداري، هي دي الرياضه المصريه، فبنتنافس بقى في الكوره زي الفل، اللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر. انت ايه رايك في المباراه تاني يا ابراهيم؟ انت ايه رايك في المباراه النهائيه بين الاهلي والزمالك في مصر في استاد القاهره، نهائي بطوله افريقيا؟ ممتع جدا ان انت تشوف اهلي وزمالك في نهائي البطوله ومباراه الأفريقية قويه جدا جدا قوية جدا، حاجه محترمه فيها كوره كويسه جدا جدا، عايده لصالح المنتخب بتاعك، عايده على صالح بلدك، حاجه محترمه جدا وشريفه ليك. ده بيرجع لمين؟ شكرا، هو ده اللي انت عايزه. انت عايز تنافس قوي شريف، كل واحد اللي بيجتهد واللي بيبذل مجهود هو اللي هيكسب. النهارده فريق كره اليد عندك ما شاء الله، النهارده ربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله ونوصل لدور الثمانيه ان شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. كل ما انت هتقوي الانديه على مستوى الالعاب كلها، كل ما انت هتبقى قوي. النادي الاهلي قوي عشان بيطبق لوائح، النادي الاهلي قوي عشان، مش عشان احنا منحازين النادي الاهلي. يا جماعه النادي، كل مسؤولين النادي الاهلي اللي بيخرجوا يمسكوا اماكن بره بيبقى عندهم حياديه كتير جدا جدا لدرجه ان هم يجوا على النادي الاهلي. اخد منك تعقيب على الكلام اللي انا كنت بقوله في المقدمه، رايك ايه في الفكره نفسها بتاعه انه دي كانت اسباب العقوبه وده كان اسباب التخفيف بتاعه عقوبه محمد الشناوي؟ طبعا مرفوض الكلام دوت، لان النهارده خلي بالك النادي الاهلي ايه اللي مرفوض؟ ما فيش حاجه اسمها يعني اللي انا سمعت المداخله بتاعتك انت بتقولها. لازم نطبق لوائح. شوف لوائح تاني، تمسك النادي الاهلي بمبادئه اللي مخلينا النهارده كلنا فخورين بالنادي الاهلي. تعالى النهارده النادي الاهلي فريق كره المايه حصل خناقه في نهائي بطوله نادي الصيد، كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره اخذ قرارات اعنف من قرارات الاتحاد، ده حقيقي، ووصلت لدرجه الشطب. الفريق التنس الطاوله ست لاعبين والمفروض اربعه، رجع احسن اثنين من البطوله العربيه رجعهم عشان اتخانقوا مع بعض وقال لك مش مهم البطوله، وكسبنا البطوله. فاهم قصدي؟ النهارده لو في خطا انت بتحاسب اللعيب بتاعك قبل ما اي حد يحاسبه. اذا يعني انت معايا في وجهه النظر طبعا انه هو في انه ما فيش حاجه اسمها الصالح العام، في حاجه اسمها اديني سند قانوني واضح عشان انا كاهلي، انت مش انا مش عايز انا مش عايز حد يمن عليا، انا عايز سند قانوني يحطني كل نفس الوقت مسطره واحده، وفي نفس الوقت مش عايز برضو افضل خلاص ملف واتقفل نرجو اللي انت قلته بقى عشان خاطر الامور تستمر. عايز الدوري يكمل، نرجو الامور تستمر. اللجنه الموجوده لجنه محترمه، فيها عناصر شبابيه محترمه ودي من افضل العناصر. اللجنه اللي فاتت مع الاستاذ عمرو الجناني كانت لجنه محترمه، فيها عناصر شبابيه، كانت كابتن محمد فضل وكابتن احمد عبد الله. ايوه النهارده انت عندك اهو الاستاذ احمد حسام والاستاذ محمد شبراوي، وهو ده اللي بيخلي الواحد سعيد. يبقى احنا بنرتقي بده. ممكن خلاص حكم
تقرير غلط، القصه دي كلها بلاش احنا نسخن، احنا مسؤولين. صحيح. وبلاش نطلع نتكلم فبنغلط نفسينا. ليه؟ لان احنا كلنا عارفين الكواليس بتدور ازاي. فخلينا النهارده بلاش نصرح تصريحات هي اللي تفتح مواضيع ملهاش لازمه. انا يا عم غلطت، هقول لك انا غلطان. مفيش فيها هزار، احنا النادي الاهلي ما بيحرجش من ده، ولكن النهارده هناك مسؤولين بيتابع بقى زي ما انت بتقول السوشيال ميديا كده، فبيسخن، فبيبقى يا عم ايوه رويدا كده عشان انت مسؤول على الكرسي، لازم تستحمل ده لغايه ما ربنا يكرمك لصالح المكان اللي انت فيه.